كاينين دراري كيجيو مهاجرين جداد مساكن ما عندوش فين ينعس كيجي لهنايا السطح كينعس هنايا. اجي تشوفها الدراري كتنعس هنايا المعروف. فهمتي الدراري كتسمى ام دي بانيا وصافي فهمتي كيفاش. شنو كاين هنايا؟ واو المهم كيف ما كتشوفوا جبتنا واحد العماره اللي ساكنين فيها المغاربه اللي كانوا ساكنين فيها النصارى وكل شيء خوه. اجي تشوفوا الداخل العماره كيفاش دايره. كيف ما كتشوفوا معنا شوفوا اخوتي هنا في كيصيفطوا داك البراوات للناس يعني الدار تخربت كيف ما شفتوا. شوفوا الدور كيفاش ولاو. هادو همايا في التسعينات اخوتي هنا كانوا ساكنين النصارى ولكن ملي جاو المغاربه كيسكنوا هنايا النصارى باعوا الدور ديالهم وخوه هاد المدينه ما بقاش شي واحد ساكن هنايا. دابا حنا داخلين واحد العماره اللي ما فيهاش اسبانيول ساكن هنايا واقيلا مره. هنايا كاينين اخاو ديالي الاكثريه مغاربه ما كاينش شي واحد قاوري هنايا. هاد الديور اللي كيبانوا لك هنايا تقريبا كاملين د البنكه اكثريه هنايا ساكن فابور. حتى واحد ما كيخلص. حتى واحد ما كيخلص اكثريه هنايا ساكن فابور ارمان فرقع ودخل. لكن اللي كنشوف هنايا بنادم ساكن فابور ما كيخلصش الكرام ما كيخلصش ديك بزاف الحاجات علاش ما كينقيش شي مشاب حدا يسيقوا علاش ما كيسيقوا مثلا شي حاجه. نكذب عليك ارمانو بنادم هنايا ما كيعرفش الاحترام زائد واحد الحاجه بنادم جا من واحد البلاصه اللي كان عايش فيها بنفس العقليه فهمتي يعني عقلو ما عايش في ديك التربيه اللي زوينه ينقي كذا هذه فهمتي كيفاش اخويا. يمكن يكون هذا هو السبب علاش الاسبانيول كيخوي. السبب فهمتي لو كان بنادم ضرب مثلا في واحد البلايصه زوينه تعلم الادب والنقاء وهذه راه غايعيش في النقاء حاجه باينه فهمتي. وانا اللي بان لي في هذا البيسو جبت انا واحد التيمبو هنايا كتسمى بان لي بنادم هنا نوبالي فهمتي عايش وصافي غايعايش وصافي كتسمى بنادم هنا يا رمانو ياكل يشرب ما كيعرف لا يلبس ما كيعرف يدير حتى لعبه رمانو في الحياه راك عار الميريا تنادي. ديجان الميريا خوتي بلا ما ننصحكم تجيو الميريا بالرجوله اللي صغير مينور طلع بحالك الفوق الخاوه وباقي صغير مع راسك شاب 24 21 عام طلع بحالك الفوق تجي لهنا تعذب تشوف جهنم الاخر. هنايا كتبقى السرقه هنا ولا ما كتبقاش السرقه؟ هنايا رمانو الاكثريه كيجيبها دراع. هنا بنادم كيخدم على راسو فهمتي الصراحه. يعني خدمه الفلاحه موجوده؟ هنايا خدمه الفلاحه موجوده. المهم كيف ما كتشوف اخوتي باش طالعين لهاد العماره اللي هاد العماره كيعيشوا فيها غير المغاربه. ومعنا الاخوان ديالنا اليوم الدراري مكرفصه في اوروبا كتسمى كتنعس في الزنقه فهمتي الواقع المر كتسمى فهمتي. خلينا نتصاوروا باري اجيو تشوفوا الواقع كيفاش عايشين في اوروبا. بنادم كتسمى بوبري الله يحسن العوان كينعس في الزنقه حيت كاينه بزاف ديال الناس ما كيبينوش هادشي كيبينو غير الرفاهيه. الله يحسن العوان كاين بنادم كينعس في الزنقه كما كتشوفوا معنا الاخوان ديالنا. دابا انا ساكن في هاد البيسو كاينين دراري كيجيو مهاجرين جداد مساكن ما عندوش فين ينعس كيجي لهنايا السطح كينعس هنايا. دابا شي واحد لا جا ما عنده شي الوراق تقدروا ديبانيو هنايا هانيه ديبانيو. حنا خوت كنديبانيو بعضياتنا. انا ساكن في هاد البيسو شحال من واحد جا جديد راه كنتعاونوا مع خوتنا مرحبا فوق الراس والعين ارمان. ولكن بنادم لا دبر خدمه ودبر الفلوس يغير هاد الحياه. ضروري يغير الحياه يدير الوريقه فهمتي يبدل يدبر سكنه يعيش حياته مزيانه ارمان. عشنا هي في البدايه شويه قاصحه على جيتي لهنا الميريا بدايه قاصحه. اجي تشوفها الدراري كتنعس هنا يا معروف. فهمتي الدراري كتسمى ام دي بانيا وصافي فهمتي كيفاش. الدراري كتنعس هنايا فهمتي. هذه هي الغربه اللي كاينه في الميريا دابا فهمتي كيفاش اخا. دابا هنايا كينعس بنادم هنا كينعس بنادم جوج ولا واحد ربما فهمتي كيطيحوا هنايا الله يحسن العوان. هنايا عاوتاني بيت خور عاوتاني شي واحد كينعس هنا مسكين فهمتي. كيما كتشوف معنا المرضي ديالي يعني ماشي كلشي كيعيش هاد العيشه ولا ماشي كلشي كيعيش هاد العيشه غير اللي كيجي جديد مثلا تقطعوا به الحبال وكذا كيلقى الدعم هنايا مع الناس هنايا. حتى بنادم اللي ما كانش عنده العائله بنادم اللي طايب في الغربه هو اللي كيحق الاخر. اما بنادم اللي ما كابرش في الخير راه ما غيعرفش هاد الشيء هذا. حتى هي اصلا هاد بنادم اللي كيعيش هاد المعيشه بالنسبه بزاف الناس ما كيشوفوش عندهم معاونه ما عندهمش العائله يعني صعيبه بزاف. حاجه نقول لكم الدراري اللي طالع الغربه وعمك يعميك وخالك يخليك طالع دبر على راسك بقاش تقول لي عمي ولا خالي ولا حبيبي. هذه حيدا من بالك ارمان عندك شي دراع شي لعبه
مرحبا ما شطرات محروقه. المهم اخوتي كيف ما شفتوا يعني كاين اللي هنا كيعيش مزيان، كتكون عنده معاونه، عنده العائله. انا يعني ماشي كنصحاب لكم يعني اسبانيا كلشي عايش مزيان، راه كاين اللي عايش مزيان وكاين اللي ما عايشش مزيان. وداك اللي ما عايش وداك اللي ما عايش مزيان ماشي هو باغي هذه الحياه، يعني راه كتفرض عليه. ومع المده بشويه بشويه الناس كتعدل الوريقات ديالها، بنادم كتدبر خدمه وكتعدل الحياه. انا على ما اظن واخا هكاك تقدر تكون احسن من المغرب، يعني يمكن هنايا واخا كتكون طايح تقدر تنوض. هنا رمانو انا نقول لك هنايا بدايه صعيبه شويه، ولكن مع الوقت عدل الوريقات تنسى ان شاء الله يسهل عليك ربي، فهمتي؟ تخدم تعاون والديك كذا بزاف ديال الحوايج. المغرب عاوما نهضروش عليه صافي، خليو على لا يرتلى على الخاو. اللهم اسبانيا ولا المغرب، نخليو المغرب هكاك وبلاصه المغرب اخلي هكاك وعاش الملك. صح عاش الملك. شنو كاين هنايا؟ واو حالك. شنو هادشي الخاوه ديالك تطواني؟ شنو هادشي؟ انت كتشوف الخاوه ديالي، هاد الناس هادو، هاد السكينه هادوما، هاد السكينه دات بيسو كيبقاو يسيبوا الزبل حاشاكم من طراسه الدار، فهمتي؟ حنا عينا نقيو ونجمعوا العالم يعاوتاني يسيبوا مغاربه. هذا هو حالهم اخويا، فهمتي؟ الله يحسن العوان. دعوان الله، والله الا دعوان الله بالله. دابا النصاره ما يقدروش يعيشوا مع المغاربه بحال هكا. ما وكا قاوري قاوري لا جال هنا يهرب اخويا، راه يهرب والله حتى يهرب بالرب الايد. اخوتي كما كتشوفوا معنا هذه هي لاس نورياس اون بويبلو اكي في الميريا بالباله، ولكن غير بنادر وهذا هو الواقع. وما كاين هنا عند المغاربه خوت كنشوف واحد المنظر هنايا في شكل. واش ما كاينش الطواليطات هنا بلا ما كيطلع هنا كيقضي الحاجه ديالو؟ كيبان لي انا بيسو اخويا خانس بالناس ديالو باللي فيه بكل شيء، فهمتي؟ كيطلع هنايا بنادم مهاجرين اللي كيجيو ينعسوا هنايا بزاف ديال العدد كيجيو لهنا، ما نقدرش نقول لك شحال، كل مره شحال كيجيو، فهمتي؟ البوليس ما كيجيش لهنايا، كيجي البوليس لهنا المخزن. شحال هذه كانت كينوضوا مشاكل مدابزات، فهمتي؟ مخزن ناسيونال لوكال. دابا راه شويه الدعوه قلالت، شويه الدعوه زيانت، شويه هكا كما نقولوا ارتاحت. اي والله احسن العون للجميع، وكنشكرك اخي بزاف. هذه هي الميريا وتشرفنا بمعرفتك. اخر نصيحه الدراري اللي غنصحكم بها، اللي جا الغربه يعول على راسو ويتقاتل ويكافح، واخا يطيح واخا ينعس في الزنقه واخا يطرى عليه بزاف ديال الحاجات، عيوصل واحد النهار غيفرح مزيان، داك العذاب كامل غينساه. وثاني حاجه غنقول لكم، ولكن لا عمي لا حبيبي لا خالي، عمك يعميك وخالك يخليك. تحيه لنا ديال تطوان وببالك خالتي تطواني. تحيه لمي فاطمه. تحيه كازاوا وتحيه الدراري كامل.